متتبعين قناة مع سعاد، السلام عليكم، مرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خبركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة ان شاء الله. بالنسبة للناس الجداد اللي انضموا للقناة كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، والناس القدام كيف العادة القناة قناتكم. اليوم غادي نقدم لكم وصفة وكيف العادة سهلة التحضير والنتيجة رائعة. غادي ندوزو مباشرة مع المقادير وطريقة التحضير. اذا كي شفتو سابقا عندي بصلتين حكيتهم بالحكاكة مع فصين من الثوم، يمكن لكم تضربوهم في الخلاط الكهربائي، انا اكتفيت غير نديرهم في الحكاكه. ضفت لهم مزيج من زيت الزيتون وزيت المائده وزيت الطبخ العاديه، ايضا ملعقه من الابزار او الفلفل الاسود، ملعقه من البابريكا او التحميره، ملعقة من الخرقوم أو الكركم، كإضافة بغيتو تضيفوها ضيفوها ما بغيتوش، ولكن كتجي عطي بن اللحم ضفت ملعقة من الأعشاب المنسمة، الملح دائما اخواتي كنقول حسب الذوق، الملح والسكر دائما كنقولها. هذه هي التتبيله ديالي اللي غادي نتبل بها هذه القطع من اللحم. عندي قطعتين من اللحم، يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتوا. كنثقبوا بالموس بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا، وكندهن اللحم كامل ديالي باش يتشرب ديك التتبيله اللي وجدت معكم، وغادي نخليه واحد ساعتين يترقد او يتشرب من العطريه. اذا هنايا دهنت اللحم ديالي بديك التتبيله، غادي نغلفو مزيان بورق الطبخ بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. غادي نغلفو ايضا بالبلاستيك الغذائي من بعد ورق الطبخ عفوا، وكمرحله ثالثه نغلفو بورق الالومنيوم. من بعد ما كنخليه ساعتين باش يترقد او يتشرب من التتبيله، كندخلو الفران على اعلى درجه من الفوق ومن التحت، وكنخليه يطيب. انا خدمني ساعتين ونصف، بصراحه كيجي بنين بهذه الطريقه، هذه كيجي طايب زوين. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. وهذا هو اللحم ديالي، ها هو وجد معايا. انا رافقته بالرز، يمكن لكم ترافقوه باش ما بغيتو مع الخضار مع لي بات، لكم الاختيار. صدقوني جا بنين، و
هنا وصلنا تقريبا نهاية الفيديو. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. كنغتنم الفرصة باش كنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق الزوينة ديالكم اللي كتفرحوني بها. شكرا بزاف بزاف بزاف. وكنقول لكم إلى وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.